إذا قيل لك ما معنى شهادة محمد رسول الله فقل تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما أخبر به، وأن يطاع صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به، وأن يجتنب العبد كل ما نهى وزجر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع ولا بالأهواء ولا بالذوقيات ولا بالتحسينات ولا بغير ذلك.